وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة سعادة السيد حمد بن مبارك النعيمي رئيس اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين. وأشار سعادة رئيس اللجنة إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز العلاقات المتينة التي تربط المملكة بجمهورية الفلبين الصديقة، وخصوصا في مجال الخدمات الجوية، بينا أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين الصديقين والتي تتطلب تعديلات عليها لتتواءم مع التطور والتقدم الذي تشهده علاقات الصداقة بين البلدين، إلى جانب تحديث الأنظمة واللوائح في مختلف المجالات. تهدف هاي الاتفاقية إلى التنسيق والتعاون بين البلدين، لا سيما أن عندنا رحلات هي تتعلق بالنقل الجوي، ولا سيما أننا رحلات يومية إلى جمهورية الفلبين، كذلك تتعلق بتطوير الاتصال والنقل الجوي بينهم لما فيه خير لمصلحة البلدين.